انتم تبون اليوم، لا انتم تبون اليوم. مستمرين معاكم طبعا مشاهدينا، يعطيهم العافيه. طبعا فرقتنا الموسيقيه فرقه عسيف امانه المبدعين، حصه مبدعين والله. اوجه لهم طبعا تحيه، ومثل ما قلت لكم فقراتنا منوعه وعندنا يعني كل فقره اقوى من الفقره الثانيه. طبعا الفقره هذه راح تكون مع الموسيقار الكبير احمد فتحي اللي راح ينورنا عبر سكايبي. وطبعا قبل ما ناخذه عبر سكايبي راح نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل معاكم. اعطونا التقرير. الليلة من اليمن السعيد وهو موسيقار الوطن العربي أحمد فتحي. ألف أعذب الموسيقى وأعظمها، له ذوق صعب بالموسيقى والغناء في الفن، وهو أستاذ وهو حالة طربية منفردة من نوعها، وهو الملك في الساحة الطربية، وإذا كان وهو الملك في العود وهو جيشه، يسمونه ملك العود. أحمد فتحي تاريخ ترجم بنوتات موسيقية، نال من الجوائز ما استحق نيله، هو مدرسة فنية طلابها احنا، سعى من خلال مسيرته الى الحب والسلام، ودعا الى الارواح الخيرة في مؤلفاته. الحب اسنى من رمد الفلوس ومن كنوز الارض وما سجموس. هاجر الى بلدان عديدة علشان ينشر رسالته الموسيقية، في جيناته وعروقه يمشي الفن، حافظ على التراث اليمني ورفض اندثاره. أحمد فتحي من الفنانين اللي يعجز اللسان في وصفه، لكن الأكيد إنه شكل من خلال أغانيه ومؤلفاته مرحلة لا يمكن نسيانها ولا طيها. عزف على أوتارنا فحبيناه، تربينا عليه وكبرنا على أن يحرمونا ويا هزالي وصنعاء اليمن وحبيبي تعال. الليلة في عسيف الموسيقار اليمني أحمد فتحي بيطربنا بفنه وبياخذنا لليمن بأغانيه. حياك الله، القلب لك بيت ومكانك دايم في عسير. الله وحده فجر في الضمير. قامة فنية وهرم موسيقي في الوطن العربي، الأستاذ اليمني، الفنان اليمني أحمد فتحي، يا مرحبا فيك عبر سكايبي. عبر سكايب، حياك الله استاذ احمد. اهلا وسهلا بكم وبالساده المشاهدين وباهل الكويت الطيبين الاعزاء والخليج العربي جميعا والجزيره العربيه والوطن العربي عامه، حياكم الله. يا حبيبي يا حبيبي يا استاذ احمد، احنا طبعا فعلا مثل ما قالت زميلتي من طول الغيبات جاب الغنايم، واحنا فاقدينك صار لنا فتره. يعني انت امانه بخيل علينا في البوماتك، يعني كل المطربين حول العالم ينزل في كل سنه البوم، انت ما تنزل شيء، ما بكل 4 سنين البوم تقطع فتره تنزل سنجل، يعني ما مقل في اعمالك، ليش؟ شوف القلب متاخر. استاذ احمد تسمعني؟ والله الى حد ما يعني بعيد شويه، عرفت لو يعلم عندك انا عليت اخر شيء. انت مقل في اعمالك، ليش؟ نعم والله الموضوع مش موضوع مقل، الموضوع موضوع الاقتناع بالعمل الفني، عندما يكون هناك اقتناع بعمل فني معين انزله للناس، اذا كان غير مقتنع فينتظر، يعني مش ضروري ان الاستعجال بالنسبه لي على الاقل، ما بحبش استعجل في الاشياء، يعني احب اني ادقق في عملي كلمه ولحنا وتوزيعا واداء حتى تكتمل الصوره عندي واصير مقتنع انزل للناس، وبهذا يعني انا مش محسوب من ضمن الزملاء الذي عندهم التزام زمني إصدار ألبومات يعني بهذا الشكل. إلى أي مدى تؤثر بالموسيقار أحمد فتحي المزاجية؟ لا هو مش موضوع مش مزاجية، موضوع يعني أنا أفضل إنه يكون العمل مكتمل البناء
ومش ضروري انه يعني ياتي سريع، فما ياتي سريع يذهب سريع، وبالتالي يعني لابد بالنسبه لي انا اتكلم على اخي دلوقتي، كل انسان عنده وجهه نظر، لكن انا تاريخ الفني بهذا الشكل، العمل الفني لابد ان يكون مكتمل البناء، وانا شخصيا مقتنع حتى اصدره للناس بهذا الشكل. صح. زين استاذ احمد، احنا الان في شهر فبراير، وهذا الشهر بالنسبه للكويتيين يعني مميز، عندنا اعياد وطنيه، ونتمنى انك تكون دائما موجود معنا في اعيادنا الوطنيه. خلينا نتكلم عن علاقتك مع الاغنيه الكويتيه، كيف علاقتك مع الاغنيه الكويتيه؟ الاغنيه الكويتيه؟ اي نعم. الاغنيه الكويتيه طبعا لها حضور غير عادي، ويعني رواد الغناء والتلحين في الكويت هم رواد في المنطقة الحقيقة بشكل، يعني عندك العجائب من السابريات هذه اللي صنعوها المبدعين عندكم وأثرت فينا جميعا ما في شك، وعندك التطوير الذي حصل للصوت الذي أصبح حتى يسمى الصوت الكويتي، وعندك من الأعمال الأخرى اللي هي الغزلية والعربية يعني بالآلاف لا تحصى، وكلها الحقيقة أعمال في معظمها مميز ولو نكهة الكويت، لو نكهة الكويتية التي تنم عن أصالة الجملة وعظيم البناء الفني، يعني نصا ولحنا وأداء، يعني ما في شك هذا شيء التاريخ يقوله. يعني أستاذ أحمد فتحي، إحنا شفنا قبل شوي العود معاك صح؟ نعم. العود قبل شوي كان معاك صح؟ العود كنت جالس أضبطه من شوية. نعم. نقدر نسمع شيء كونك ملك العود؟ الله الله يحفظك، نسمع شوية. تمام، يلا نبغى طرب. أسمعكم الأغنية اللي صدرت لي يعني مؤخرا، اللي هي أبشرك يا سالم. يلا أبشرك يا سالم، وهي الحقيقة يعني أيضا بنيت واكتملت على نار هادئة، وبالتالي يعني جابت ملايين المتابعين والمشاهدين. توكل على الله، وإحنا راح نستمتع نشوف الأنامل اللي راح تعزف. بفضل ربي والنوايا السليمة،
العمر خصفة والليالي غناني والعافية يا سالم تكبر غيبة. يسلم هالصوت، يسلم هالصوت. مبدع استاذ احمد فتحي، يعطيك العافيه. سمعني استاذ احمد، سلمتم جميعا، شكرا يا حبيبي. يا رب ان شاء الله انت وسالم تكونون سالمين دائما وتنورونا هني بالكويت وتنتهي ازمه كورونا ان شاء الله. والله هذه امنيه ان ربنا يزيح عنا هذه البلوى اللي اسمها كورونا علشان نقدر نشوف الناس ونشوفونا. على طاري الكورونا استاذ احمد، انت مع الناس اللي تبي تاخذ اللقاح ولا لا؟ راح تاخذ اللقاح ولا لا؟ والله يا سيدي مختارين، يعني في ناس يقولوا انه له عواقب وفي ناس يقولوا انه ما فيش حاجه، فاحنا نتاكد ما قد سبقونا الاخوه. يعني ان شاء الله ربنا يشفيهم جميعا واحنا وراهم. امين. ما في شك مع العالم مع الناس. أستاذ أحمد، يمكن أنت عارف الحين الأغنية العربية كان عندك رؤية أكيد للأغنية العربية، فتتوقع وين رايحة الأغنية العربية؟ الأغنية العربية إلى أين تسير؟ إلى أين تسير الأغنية العربية؟ والله شوفي يعني لا بد أن نقر إنه المرحلة هذه وسابقتها ايضا من عقدين او ثلاثه حصل تغيير كبير في النهج بالنسبه للاغنيه، في من قاموا بمحاولات جريئه وكانت يعني ليست ايجابيه، والبعض عمل محاولات وكان فيها من الايجابيه ما في شك، لكن في مجمل الاشياء أعتقد إنه الأعمال الغنائية تفتقد إلى العمق، تفتقد إلى الإضافة، الإضافة لابد منها اللي هي تحفز المبدع الآخر إنه يرد وهذا يرد على هذا وهذا يرد، وبالتالي تحصل يعني حركة إبداعية حقيقية مستفزة من بعضها البعض، يعني المبدعين يستفزون بعض كما كان في عصور القصبجي والصنباطي وفريد الأطرش وغيره. صح. صح. الموضوع هذا الحقيقة يعني في هذه الأيام غير متوفر، أصبحت الأمور كلها سريعة زي ما ذكرت شوية، الأمور سريعة لهذا أنا متأخر، لكن يعني أنا متأخر، يعني أحاول إنه على الأقل يعني أركز في العمل الفني بحيث انه ينزل للناس وفيه من
من العناء الذي يكفي بحيث انه يعمل عمل فني ربما يكون ناضج. لا لكن يعني استاذ احمد لكن يمكن الفتره الاخيره الكل لاحظ ان اصبح توجه الاغنيه الخليجيه اصبحت بايقاع غربي وموسيقى غربيه واغاني سريعه، ولا عاد يهتمون حتى لمضمون الكلمات، وما في هويه، يعني ما في، انتهت الهويه الخليجيه بالنسبه للاغاني. يعني نبي تعليقك على هذا الموضوع، موضوع مهم جدا. شوف يا سيدي، احنا الى عهد قليل كنا شديد الاعتزاز بالاغنيه الخليجيه واغنيه الجزيره العربيه، كانت متماسكه الى عهد قليل. وبعد كده دخلت زي ما قلت حضرتك، دخلت الهيصه، دخل موضوع التركيز على الايقاعات والجمل الراقصه، يعني بعدت عن عمقها بشكل. لكن ما يزال في مخلصين، انا اعتقد في بعض الاسماء لا تزال مخلصة ومتمسكة بأصالتها ومتمسكة باقتناعها بأن هناك فيها إرث موسيقي جميل، والحفاظ عليه واجب إنساني، يعني مش هقول بس يعني واجب فني، واجب إنساني. وعلى كل حال أعتقد أنه يجب أن يعني توجه الإعلام أن يعني يسلط الأضواء على هذه المحاولات الجادة من القائمين على الأغنية الخليج. هم حقيقة موجودين، ولكن ينقصهم بس تسليط الضوء على مثل هذه الأعمال بهذا الشكل. في لقاءات سابقة صرحت أن يهود اليمن أخذوا التراث اليمني ونسبوه إليهم الإسرائيليين، صرحت بهالموضوع هذا من قبل، هل لك أغاني أنت؟ أنا قلت تفضلي. صرحت في لقاءات سابقة أن اليهود اليمن أخذوا التراث، يهود اليمن أخذوا التراث اليمني ونسبوه لهم، هل في أغاني لك؟ هذا الكلام صحيح وسليم، وأنا قلته في أكثر من قناة وأكثر من إذاعة في الوطن العربي وفي أوروبا وفي فرنسا، قلت الكلام هذا وفي أمريكا وكل، إنه اليهود اليمنيين أخذوا تراثهم معهم، التراث اليمني أقصد هم في البيئة اليمنية، فاختزلوا هذا التراث الذي هم يعني منه أساسا، ووظف الأمر توظيف مش لطيف، يعني أصبحوا يعني تبنتهم بعض المؤسسات الكبيرة في أمريكا، ويعني أخرجوا هذه الأعمال وعملوا لها الدعايات اللازمة، طبعاً هم شطار في موضوع الإعلام والدعاية، وعملت حضور عالمي الحقيقة، ولكن باسم إنه هذا التراث الصهيوني أو اليهودي. فأنا رديت عليهم نعم، قلت إن هذا معظم اللي أسمعه أنا نشأت عليه، أنا وأبي وجدتي وهو تراث يمني من الشكل، وعملت بعض إعادة الاعتبار لكثير من الأعمال التي اشتهرت مثل صنع اليمن يهزلي وغيره من الأعمال، وكنت أعيد صياغتها وأرتبها وأسجلها وأكتب في الألبوم تراث يمني، وهذا أقل واجب يعني. صح أستاذ أحمد، عندنا الممثل الكويتي مشاري بلام قبل قليل عرف أن أنا راح أقابلك، فوصاني أن أنا أقول لك أتغني أغنية ويحبها اللي يحرمونه، ان يحرمونه. اي حاب يسمعها الان، تعزفها عشان ابي احطها في الانستغرام. يعني تحب انا اللي هذا احد فنانين الكبار بالكويت بشار بلام، اللي يحرمونه مسمعها يعني بالعود. اعزف المقدمه وانت تكمل من عندك يعني؟ اللي ريحك. بهذا الشكل يعني؟ ولا تحب اغنيها؟ اي غنيها 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 مع العود. غنيها مع العود. مقطع صغير اي والله. لأن عليها توصية من مشاري بلام. هذه غنيناها بالمناسبة في أوبرا الكويت عندكم في الحفل الأخير، وكان الجمهور هو اللي غني الحقيقة. ما نستغنى عن أغانيك أستاذ أحمد. تاريخ العملية أصبحت عكسية، كان الجمهور يغني وأنا كورس معاه. Thank you.
إن يحرمونا يا حبيب الغرام ويجعلوا فقيلي وصلات حرام، فإن حبي دائما لا يلين وقلبي لا يسلى ولا يستقيم إلا بوسطك يا مليح الجبين، لو يزرع عمري بنار الشقاء والمهم أن تحرم لا صدق فتندم، كلنا منها وادم كلنا أولاد آدم، والمهم أن تحرم لا صدق فتندم، كلنا منها وادم كلنا أولاد آدم. يسلم هالصوت، يسلم هالصوت، يعطيك العافية. فعلا استمتعنا، وبصراحة كان عندنا وايد مواضيع ودنا نناقشها ونتحاور فيها، بس الوقت أدركنا أكيد. يعطيك العافية، الله يحفظكم جميعا، الله يسلمكم، نورتنا وشكرا على وقتك. شكرا لكم جميعا، الله يحفظكم، شكر كبير طبعا للموسيقار احمد فتحي على هذه المداخله عبر سكايبي الجميله. حصه قاعد استمتع، اي والله جد، يعني فقرتين ما شاء الله ولا اروع. مثل ما قلنا لكم مشاهدينا، فعلا برنامجنا فيه فقرات منوعه. انا والله كان عندي وايد اسئله، انا وايد عندي اسئله حق يعني احمد فتحي، لكن ما لحقنا. بس خلينا نطلع مشاهدينا فاصل ونستقبل ضيفنا الثالث، خلكم معنا.